يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، انا عندي ذهب وعينه لاولادي لما يتجوزوا ان شاء الله. كل واحد لما يجي يتجوز اديله جزء منه، هقسمهم عليه، ادفع عليه زكاة مال؟ ايوه طبعا، لانك ما ملكتيه من الان، اذا اعطيت سلمت كل واحد حقه من الان، وحق كل واحد لا يبلغ النصاب تسقط الزكاة. لكن ما دام الذهب في حوزتك وبلغ النصاب وحال عليه الحول تزكينا. تمام، ماشي.